السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. حلقة اليوم هي كيفية تحضير بسبوسة بالليمون. عندنا 500 غرام ديال السميدة رقيقة، شوية ديال الكوك، معلقة ديال الملح، شوية ديال خيزو محكوك، دون فاني، كاس ديال الليمون، كاس صغير ديال الطحين، كاس ديال السنيدة، كاس ديال الزيت، 4 البيضات، خميرة فاني، جوج خمارات. طريقة التحضير، نديرو 4 البيضات، كاس ديال السنيدة، خميرة ديال الفاني، نخلطو 4 البيضات، كاس ديال السنيدة، نخلط مزيان، نضيفو ليه كاس ديال الزيت، خيزو محكوك شوية، كاس صغير ديال الطحين، كاس الليمون، دانو فاني، نخلط الخليط، نضيفو ليه شوية ديال الملحة، جوج خمارات، نخلطوها مزيان، بالنسبة للسميدة نخويو شوية، نخلطوه، عاد نضيفو شوية،
نخلطوها مزيان باش ما تكونش قاسحه. هذه من بعد ما دهنا بشويه الزبده شيناها بشويه السميده ندخل فيه الخليط. نقد شويه شطوس الجناب نص هيا. من بعد ما قديناها ندخلوها الفران 10 دقائق كتوجد. هيا البسبوسة من بعد ما درناها في الفران 10 دقائق هيا من بعد ما طيبها خرجناها ندهنوها بشوية ديال الليمون. من بعد ما سخناه درنا فيه معلقة ديال السنيدة باش يكون فيه المذاق ديال الليمون. نرشوها بشوية ديال الكوك كنتمنى تعجبكم وإن شاء الله جربوها راه تعجبكم. دابا إن شاء الله نقطعوها ان شاء الله نجربو هاد الطرف. هيا من بعد ما طيبه طلعت هائله طلعت مزيانه بالصحه والراحه. كنتمنى تعجبكم كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الحلقه. بالصحه والراحه تبارك الله عليكم. هيا من بعد ما قطعناها طلعت هائله رائعه جدا. كنتمنى تعجبكم بالصحة والراحة. جربوها على سهلة.